FM. الكلمة ليك. ريكاب. رجعنا معكم في ريكاب، اهلا وسهلا ومرحبا بكم، معكم حتى للسابعة ان شاء الله. اليوم ليفينمون دي جور كما قلنا هو الذكرى 15 لوفاة الزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة. باش نحكيو اليوم مع ضيفنا، هو سياسي ودبلوماسي وكان عاش في تلك الفترة، ويا اكثر شاهد على العصر نجم يحكينا، كان سفير وكان عنده برشا وزارات مدام كان موجود فيها ضيف، ما فهمش الوزارة الداخلية وفي الاخر وزارة الاعلام اللي تولاها بين 3 ديسمبر 80 و 18 جوان 83. كان سال كان غلط صلاح لي خاطر وقتها عمري عامين مدام. مرحبا بك سي طاهر بالخوجه، نورتنا. مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوه، نحكي معك في الفسفس. مدام اكيد اللي يسمعونا ثم برشا صغار رجال ما خلتوش على بورقيبة، ما خلتوش على سي طاهر بالخوجه، تقديمك لسيد سي طاهر كيفاش نجم يكون؟ سيد طاهر بالخوجه هو من اولاد او رفاق بورقيبة اللي قراب ليه برشا برشا. سيد طاهر بالخوجة كان حديث المدينة وحديث الريف وحديث البلاد كاملة في وقت ما. طاهر بالخوجة معناتها مدافع شرس على بورقيبة والبورقيبية، ويعتبر أن هناك بورقيبية. طاهر بالخوجة هو وزير الداخلية الذي أسس البوب، معناتها اللي أعطانا نعصاء، ولكنه مقدمة به يا سيد طاهر، ولكنه سيد طاهر بالخوجة يقول لك أنا عمري ما قتلت أو أذنت بالتعذيب معناتها الوحشي، وحكينا برشا حاجات معناتها الحقيقة في انترفيو طويلة برشا معناتها مذكرات سياسي. سيد طاهر بالخوجة تنجم تقول من الرجالات اللي بورقيبة اللي يحكيوا عليهم على حاجتين، مرة يظهر أكل المتفتح اللي يتعامل مع الإعلام، معناتها جلس برشا مع الإعلاميين وقت اللي كان وزير إعلام، ومرة ينظروا له على أساس أنه الرجل اليد الحديدية معناها في الداخلية خاصة في السبعينات وما أدرك من السبعينات إلى آخره. هذا يطول نتناوله. طاهر بالخوجة أوسي معناها قعد في دال البرجيبة، من رجالات برجيبة اللي قعدوا في دال، وفي دال زادة للسيدة زوجة الرئيس اللي هي لحقت بها برشا معناتها نقد وبرشا حاجات تشويهات، ولكن هو يدافع عنها وسنرى ذلك. مرحبا بك سي طاهر بالخوجة. تقريبا على كلام مدام، شنو اللي يخلي وزير يعني كان موجود في حقبة بورقيبة يقعد في دال البورقيبة؟ شنو السبب الرئيسي نجم يكون سي طاهر؟ بالنسبة للإخلاص وبالنسبة لي وبالنسبة لحياة الحياة السياسية لأي كان، هو يعتنق بعض المبادئ ويدافع على بعض التوجيهات. نعم. الشيء الأساسي هو كونه تعرف أنا ما أعتنق بقوله مش وقت الأول اللي توزير أي. قبل ما نولي وزير مش كي برشا ناس أنا كونه طيب شفته في كذا بكذا، ولكن الأساس هو عام 56 لما أصبحت كاتب عام لاتحاد الطلبة تونس، رئيس اتحاد العام الطلبة تونس من 56 58 لا من 56 إلى 58، وقعدت قبلها 54 و55 كاتب عام مساعد مع الترميس. كنت من الطلبة، وإحنا بتعرف الطلبة كان الأغلبية متاع الطلبة بتاعه في باريس. نعم. عام في الخمسينات ما كانوش عندنا، كان انستيتيو دو زيتود، ما عندناش جامعة، ما عندناش فاكولتي، ما عندنا شيء. غالب والهيئة الإدارية في 3-4 متاعها متاع اتحاد الطلبة جينا من باريس، كل 3 شهور تجتمع في هيئة إدارية وغير ذلك. وغير شك جماعة اللي جاي من باريس عايشين في باريس وعايشين في جو آخر، ومعناها واليسار وقتها ضربت نابو معناها والشيوعية والإيديولوجية والعماش وغير ذلك، الناس معناها يقظين معناها يجيوا باش يقولوا معناها، وخاصة يحاسبون وقت اللي يرجعوا لباريس، معناها يفرضوا علينا معناها بعض الاتجاهات وغير ذلك. و اتحاد الطلبة كان يقرأ له حساب من غير شك. بورقيبة تعرف كانت عنده سياسته، ولا
أن الالتفاف حول الحزب. ثم ما هو تبار ثم الحزب ثم المنظمات القومية حوله اللي هي تمثل القوى الحية الكل. منظمات قومية يسمى بالمجتمع المدني طبعا. لا يسمى بالمجتمع المدني. شو معنى المجتمع المدني؟ ولهذا ماشي راه فرق كبير ما بين الوحدة القومية والوحدة الوطنية تورا إذا تونس نفسروها كما تحبوا. اي لا اتحاد الشغل الوحدة القومية على خاطر تعتبروا ان تونس أمة وقومية. لا 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 لا, 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 لا اعتبارات أخرى. لا اعتبارات أمبراطيك بورقيبة شاف ان كونه ما نجمش يحكم في البلاد وحده, ولهذا كلمة الانفرادية بتاع بورقيبة مصيح. أول ما قام به بن بورقيبة في الخمسينات, في أول الخمسينات بعد ما مشى في الأربعينيات إلى سان فرانسيسكو وحضر في مؤتمر السيزل معناها النقابات العامة الأمريكية, كيف رجع في خمسين ربط مع طلحة عشان إي سيتي لو طندم الثنائي بورقيبة طلحة عشان. نعم فهمتني. أنا شاف بورقيبة يعرف تاريخ الاتحاد الشغل وقت اللي معناه اتحاد الدولة الشغل ما كان معناه مش الشغالين فقط, لأنه كان الأول مؤتمر بتاعه بعد فلان عشاد رأسه فلان بعض من عاشور. فهمتني. وقت اللي القناوي معناها في الثلاثينات قال لراه اتحاد الشغل هذا يحبوا منحبوها لا يتلاها كان بالأمور المادية منحبوش لها بالسياسة تخرجوه. وشكون جاء كان معاه اتحاد الشغل وقتها؟ الهادي نويرة. هذه نور كان معاه اتحاد الشغل, ولهذا منظمة سياسية قوية. ومن غير شك يعني المشاكل اللي صارت مع المستعمر مع المستعمر وحبيب عاشور ومع الأحداث بتاع الفيضة, ولهذا منظمة قومية. منظمة قومية معلش مش ليه بعدها بالأمور المادية بتاع الشغالين وغيرها كان سيتي. الوطنية اختاروا الوطنية قبل معناها المطلبية ولا غير ذلك. نعم. ثم مطلبية وثم غرشك حقوق تعرف أنه كانوا كان اتحاد الشغل مغضات علي سيجد مش عارفي هذا كله كتاريخ. على كل كان اتحاد الشغل كان اتحاد الصناعة والتجارة نفس الشيء. اتحاد الصناعة والتجارة من أول أمر كان رئيسه سفرجاني بالحاج عمار أقرب الناس بورقيبة من المناضلين السياسيين. ما كانش عنده مستوى كبير ياسر من العلمي ولكن معناه صحيح من الصح هو لشد اتحاد الصناعة والتجارة. ثم كان معناه اتحاد اللي هو كاتحاد كان وقت الأزمة بين بورقيبة وبن يوسف كان أقرب لبن يوسف. لا هذاك اتحاد الفلاحين الفلاحين. لا 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 نكلم فيك على اتحاد الصناعة والتجارة. الصناعة والتجارة منه بورقيبة قال والعب ورق. لا على كل حال منظمة قومية على العرب. ثم عندنا اتحاد الفلاحة وقت احنا ايامات الخمسينيات كان لباس عليه. ثم بعدين زاغ مع بن الصحيح مع عبد الله وش مع والموليات وسكيصاصي. ثم طلبة كنا معناها الاجيتاسيون معناها لو قلقته شوية معناها لأن معناها من جهة ما يسموه ما يخافش منه لأن ما حناش هدرة كبيرة ياسر, ولكن من جهة أخرى نقلقوه معناها في علو. لهذا وقتها معناها بورقيبة يمشي في المسيرة هذه بالليكيب هذه الليكيب الكبيرة هذه وكل واحد عنده دوره هو معناه موني ولوني, ولكن على أساس التفاف حوله التفاف حول القضية الوطنية والغير ذلك. مش إيه تعتبر اللي بورقيبة توفق في أنه يجعل القضية الوطنية مشخصة في شخصه وفي الحزب كذلك, وإلا أنت عندك عين ناقدة أن طنك طالب وقتها. هو اسمع في كل شيء وهذا تنرجع له اليوم والبارح وغضوة المفيد في أي شيء يزم قيادة. وإذا كان البلاد مش ماشي اليوم ومشاش في هذا العيان وصارت فيه انفلاتات خلال ماذا مش قيادات والقيادة لا هذا هو هذا هو إما معنى الأمور فرتة مفكة ولا خطر العالم سي لا 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 العالم, العالم اليوم يتجه إلى الابتعاد شيئا فشيئا عن الشخصية الكاريزماتية. لا 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 شخصية كاريزماتية باي ونحي الشخصية كاريزماتية جيب لي شركة يعرف يتجه وتقول لي هذا 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 رئيس دولة ولا رئيس وزراء ولا ما عندوش دايزيني ما عندوش ما انت شخصيا في الاعلام ولا اي كان من الشعب التونسي تجيب له مسؤول وقايل ما عندوش كاريزماتي وما عرفش يكلمك وما عندوش هو قناعات وما عندوش قوه نتاع اقتناع الشعب بيه ما يصلح شيء في السياسه. اليوم تعتقد اللي ما عندناش شخصيه كاريزماتيه؟ لا انا على كل حال انا هنا سيباجي ليش بيقول سيباجي معناها يحكي كيف بورقيبة معناها وعنده معناها لغه بورقيبة والدارجة وما يترجلش وما يتهجاش معناها وقال بصراحه معناها لازم القائد يكون يشبه البورقيبة سيدا القائد لا يكون لا حسب المبادئ. تعتقد تاع الناس الراجل اللي يحسن تعتقد سي الحبيب الصيد يتهجى معناتها لا لا شاني في حبيب الصيد انا لا قول لنا انت خبير انا نعتبر أن أي كان أكان رئيس دولة وكان الهاد وكان رئيس الدولة الباجي قاعد السبسي تهجى دقيقتين رو ما حصل حتى شيء في دولة
ما يمشيش معه. لا ما يتعجيش، لأنه معناها الشعب التونسي متاعنا من الخمسينات إلى الآن، وكل شعوب كيف كل الشعوب العربية، اللغة معناها والقناعة والقناعات والمبادئ شيء شي أساسي التواصل. ولهذا ما هيش عيب اللي تكون عندك دي كارزماتية. يا رسول الله ان نلقاك عندك كاريزماتيه وانا عندي قالوا نقول لا يا سيدي انا عايش بشركه. ولكن احنا طبعا مع احترام الذات البشريه معناتها ما نقولوش الوا، ولكن احنا توا من الثوره لهنا دابنا انه يكون عندنا الرئيس شيء والرئيس الوزراء يكون عادة معناتها تغتغ. مثلا توا كي تقول حمدي جبالي، سي حمدي جبالي ما كان شخصيه كاريزماتيه، سي العريض كيف كيف. تفضل بتعدي على شو اسمه. بالنسبة لتونس أنا بدأت الكفاح بتاعها في الخمسينيات، وأراد ربي معناها كان عندها حظ بجاه القيد هذا بورقيبة رايدة تعلقت بي، ومن وقتها احنا متعلقين بالرئاسة. حتى في الانتخابات الأخيرة من زين بور ألي بليفيت، الانتخابات الأخيرة الأخيرة بتاع الباجي بتاع الانتخابات الرئاسية وثم انتخابات تشريعية، الناس اعتنوا بالانتخابات التشريعية واعتنوا كما انتخابات رئاسية. ما كان القيل والقال والحديث وإيش إلا على رئاسي. العقلية موجودة حببنا وكرانا أن كونوا هذا معناه احترموا أو من أو لكم أتعرف أكثر. أي نعم هذا موجود. أي الله والولي انت دونك ولهذا العقليه هذه اسمعني العقليه تناسبا. باش نسالك سؤال باش ما نقعدوش. انت دونك ماكش موافق على الدستور اللي هو جاب نظام؟ لا موافق موافق، ولكن لازم يدخل. لا موافق ولكن لازم يدخل في مخ الناس، مش قعدش على ذمه اللي عملوه الدستور ولا على ذمه المسؤولين فقط، عند الشعب التونسي معنا عندهم يسموا رئيس الجمهور. انت اخيرا مش 20 يوم الباجي غاب شويه نوعا ما، قامت القيامه في الجرائد فينو فين رئيس الدوله واش ما يظهرش؟ هذا هذه عقليه موجوده. يزم بشويه بشويه، وقال هو الباجي الحقيقه وزيد واحد اكثروا وانتم الاعلاميين ستروا ان كونه رانا دخلنا في نظام برلماني معدل، وان الرئيس الدوله عنده مهامه والوزير الاول عنده مهامه بشويه بشويه بشوي بشوي. هذا باش الناس تفهم. ولكن اسمع راهو التعلق باللوبير دو لا ناسيون وتعلق بالرموز هذه ما تنجمش نعيها. احنا علاش بورقيبه؟ علاش بورقيبه معناها يلزمنا وهذاك هو الاساس؟ علاش ما نعملوش كيف البلدان المتحضره الاخرى؟ فرنسا شكون عندها؟ عندها دوغول. انجلترا شكون عندها؟ عندها تشيرشيل. افريقيا الجنوبيه شكون عندها؟ عندها مانديلا. المغرب شكون عنده؟ محمد الخامس، لانه معناها شاق وهزوه وعملوا له كل شيء وزيد سويت راهي ذلك. هذوما معناها يزغيو لا شانس دو كريي لا ناسيون ولا دو ليبيري لا ناسيون. فهمتني؟ هذوما هذا بورقيبه من عمالقه التاريخ حبيبنا امكرانا. كيفاش تنجم تحلي انت بالصوره الميتافور اللي تعمل فيه توا ستار، كيفاش تنجم تحلي مشكله الشباب اليوم اللي هو طالب الـ الـ الشغل سامحني، وطالب معناتها طالب الشغل بيان ايفيدامون، طالب الدراسه وطالب كذا، كيفاش تنجم انت هذايا هالرمز كيفاش تنجم تستدرجه الى انك تحل به مشاكل الناس؟ خاطر على ليميت شاب اليوم يسمع فيك ايش باش يقول لك؟ يقول لك انا اوباي واش باش يعمل لي برقي باش يخدمني؟ هذاك خدم بابا وترى شنو؟ تو اعطيني الموديل. انا باش نجيك يا سيدي. تفضل. انا باش نجيك يا لالا. وهذا الموضوع شباب هو شباب الاساسي. نعم. هو الموضوع الاساسي. احنا كيف نتحدثوا مع بورقيبه، وهذا شيء نزيدوا نفصلوا فيه، نتحدثوا على بورقيبه نتحدثوا فيه على الشيء اللي قام به وبارك الله فيه. ولكن موضوع بورقيبه لازم يكون الوقت الحاضر منطلق لتطور ثاني ولتعديل مسيره بورقيبه اذا كان أذن. والرجوع الى المراجع استناد عليها ولكن تطويرها وادخالها للحديث الكلمه اللي قالها يقولها الباجي باهيه، وكونه احنا نحبوا البلاد هذه تدخل ال 21 مش تقعد في السابع. باش تدخل 21 ثم مقتضيات ثم معناها فروضات لازم تقوم بها. الشباب التونسي هذا احنا معناها نتحس نتألموا معناها على شبابنا. كيفاش ثلثين نتاع الشباب التونسي ما يصوتش؟
سألتوا انتم رجالات الاعلام ورجالات السياسه سألتوا علاش جبتوا لنا حطينا فرضيه جبتوا لنا معناها حلول نجمتوا انتم تستنجبوهم الشبان هذوما وتراو شنو في امخاخهم وشنو في امورهم. لحظات الاشهار ونرجعوا علاش التونسي الشاب ما صوتش في الانتخابات. رجعنا معكم في ريكاب ضيف تفضل استاذ. اي شباب معناتها شوفيش امان لحظه نذكر بضيفنا اللي خلطوا لنا توا خاطر ما ذكرناش مدر بوعساء ضيفنا الدبلوماسي والسياسي المحنك نجم نقولوا تارك لا محنك لا رجل بونسانس معناتها هو قال الامام انا مخمم كيف الناس كله سيتو ما عنديش الا سون سانفيز توا. انت حكيت على بورقيبه وعلى محاسن بورقيبه وعلى الشخصيه الكاريزماتيه ثم فكره ما كملناهاش الفكره بتاع الشباب اللي اي علاش شباب قلت لك معناتها كيفاش تنجم انت طوع هالكلام هذا للشباب اليوم. الشباب التونسي مش مسؤول عليه بورقيبه ولا مسؤول عليه انت ولا انا مسؤول عليه الشعب الكل كامل وشبابنا واولادنا واولاد اولادنا وش اسمه وعندنا ضمير مسؤوليه معناها كامله عليهم. الشباب هذا احنا تو الشغل الشاغل نتاع البلاد هو بطاله الشباب نعم قبل كل شيء. ما همش قابلين باش هما ناس يقعدوا على شو اسمه في الموضع في الوضع اللي فيهم هما ضربات جوع كذا وعندنا 200 من 250 الف الى 300 الف شاب ذات عنده الشهايد العليا لمعطل في العمل اللي يعرف ضربات الجوع زياده عن الشباب الاخر اللي ما كملش التعليم الابتدائي ولا ما تعلمش التعليم الثانوي ولا معناه يخدم في اي شيء في نطاق جملة متاع 700-800 مليون معناها ناس بغيرات بم. احنا في وقت الثورة كيف شافوا الموضوع هذا عملنا حربوشة زكينا يا سيدي قداش 350 عطيهم كل واحد 300 دينار صاروا في 30 مليار بعد الكاسة مازال فيه الفلوس كعلاش فرغت يد كل واحد يجبد منها فرغنا منها خلينا منها وفرقنا صدقة معناها شمد ساقيه في القهوة كان يعني ياخذ عند بو وامه ما قول صراحه 5 دينارات و10 دينارات باش يمشي يشد ولا ياخذ انا 300 دينار في الشهر علاش حبوا يخدم؟ علاش حبوا يلوج العمل؟ يا لالا في فرنسا وفي البلدان الكبيره اللي عندهم الشوماج دو شيفر معناها 8% ولا 11-12% العاطلين على العمل هذوما معناها ما ينجموش معناها ياخذوش انديميتي دو شوماج معناها طولطان هذوما يجيو يقيدوا رواحهم ثم بعدين بعد جمعه بعد 10 من اليوم واقترحوا عليهم بقايا بتاع خدمه واللي كانوا بيخدموش قصوا عليهم. حاجه اللي ما تعملتش في تونس. اي ما هذا هو باش نرجعوا له، احنا ما عندنا شيء من اخترعوا راهو، ما عندك شيء ما عشناش برناش مع ناس عندهم صوت الفلوس باش يستبطوا ليه؟ شوف البلدان المتحضره البلدان المسج قاعده تعمل وتبعت ما تعمل يا رسول الله. ما احناش ناخذوا السيستم تاعهم نحطوه ولكن نستنطوا منه نستلهموا منه. ثم بعدين يمشي ساعتين بعدين كان ما خلاش يعمل العمل هذيك قول ما يعرفش يدخلوا توت سويت للسنتر دو فورماسيون يمشي يعمل ستاج في الموقع الفوري ثم بعد 6 شهور يرجع بس عليه يخدم يلقى خدمته. احنا لا نخليه بطال عملوا الاولاني والعام الثاني والعام الرابع والخامس وبعدين نقصوا عليه 300 وبعدين توليوا معناه في معناه الصدام مع الشبان ما عادش يملوا بينا ما عادش عندنا حتى مصداقيه ظهر ان احنا كنا كذابه احنا اعطينا وعود زائفه احنا اعطيناهم حربوشه هذا هو اللي باش يرجعنا للثورات المقبله اذا كان باش اذا كانت مدوا في هذا. وزاد سي طاهر معناتها ماذا بيك تكون زاد موضوعي نطلب منك انا تو الناس يسمعوا فيك خاطر يهتموا بالراي السياسي السابق اللي هو مارس السياسه ومارس كذلك النضاليه اتسترا. باهي ثلاث سنوات نتاع الترويكا ولا العامين كيفاش تقيمها انت؟ ما تراش اللي فريمون فما برشا في العمل السياسي فركه وعود حطب معناها مش هذه برك معناها اللي تحكي عليها انت توا اعطينا حربوشه وما اعطينا حربوشه احنا نحكيو ما كنا ناخذوا بالموضوع بالموضوع اي ناخذوا احنا الموضوع من فتره الحكم احنا معناها في عمليه كانت عم نجبدوها تروكا بالحاجه بالحاجه الله يبارك اي تفضل الترويكا انت سياسيا كيفاش تحكم عليها؟ اعطيني انا دبور انا وياك والناس اللي تسمع فينا نلقاو حل الامور نجبدوها ما ندخلوش في حاجه في باب وفي ساعه في ساعه سكروه وما فيهاش هذا موضوع الشباب انت توا حكيت على الشباب لا مازال ما فيتش وقلت راهو وانت مازلت حكيت شباب وكونه يلزم انت وانا والجماعه الكل معناها نستنطوا الحلول باش نجموا نواجهوا الشباب
ونكسبوا الشباب ونأطروا الشباب وندخلوه في الحكم. انا مش في الحكم، انا صحفيه. انت سالتني سؤال، قلت انتم الصحفيين شنو عملتوا للشباب باش تفهموا؟ انا مانيش ناطق رسمي، سامحني خلينا نكمل. انا مانيش ناطق رسمي وما نعملش بروباغاند للنظام اللي هو موجود هذا ولا اللي قبله ولا اللي قبله. انا العين الناقده، والعين الناقده اش قالت؟ كي مشينا سالنا شباب وقلنا لهم علاش ما مشيتوش انتخبتوا، قالوا لو ديسكور بوليتيك ماهوش نتاعنا، ماهوش نتاعنا، ما توجهوناش. الاحزاب السياسيه توجه للديسكور بوليتيك، توجه للكبار وللمراه، ومعناتها باش ياخذوا الاحزاب الكل. قالوا اللي هما ماهوش مقنع، ما فماش حتى حد ما جاب برنامج قادر انه يطبقوه بما فيهم الحزب الحاكم تو. يا لله عايشك، تقول لي انت الاعلام احنا ننتقدوا ونشوفوا سي بادري. الاعلام توليتوا انتم من الاجتماع المدني، عندكم مسؤوليه كبيره ياسر، وعندكم ضمير، ولازم انتم تحطوا ايديكم في 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 المواضيع هذه وتنصتوا، وما كومش دي ترانسكريبتور انتوما، والا ما كانش دي معناها ولا اجون دو بروباغوند. لا مش لا مش اجون دو بروباغوند. هذه الغلطه اللي كانوا انت الاعلامي تحبوا انتوما تعتبروا روحكم ان المسؤوليه عند الدوله. احنا مش اعلام، احنا صحافه، وانتوما صحفيين باش تنتقدوا دوله. لا بدي تو، لا مش الدوله، احنا الصحفيين. اسمع احنا السلطه، اسمع انا علاش بكري انا قلت لك نرجع بالله، علاش انا قلت لك بورقيبه انجح في مسيرته؟ لانه عرف كيفاش يحتوي، كيفاش اجمع الكل معناها بورقيبه. شو معناها كلمه؟ اي بورقيبه عاد كان ديسبوت، شنو معناها حريه الاعلام؟ خليني كلمك علاش. ولهذا نفس الشيء من نفس الشيء باش نعمل، ولكن مع البروباغوند، مع البروباغوند ديال الشعب وقتها كان مازال مينور نوعا ما. ولهذا المسؤولين اللي كانوا انذاك فتح هذا الشغل وفتح هذا السلعه وفتح هذا الطلب. وانا علاش انا قلت لك كيفاش دخلت لغير اتحاد الطلبه؟ لانه معناها كان عندنا في اتحاد الطلبه شيء اساسي بين قوسين باش نخرجوا شويه، كان عندنا معناها جميع الحساسيات، القوميين العرب والبعثيين والشيوعيين والتروتسكيين والدستوريين. المده اللي قعدتها انا المده الكل على 4 سنوات وغير ذلك نعديوا الليالي حتى الصباح نتناقشوا ونتجاذبوا باش نوصلوا للكونسنسوس، نوصلوا معناها الى اتفاق كونسنسوس يجمعنا الناس الكل، ونتكونسنسوس على قائمه فيها كل شيء، فيها الشعيل وفيها بعثيل وفيها كل هي ما الشعب المينار اللي قلت عليه انت. سامحني هنا باش نوجه لك نقد زاده، ما نجمش نخليك تتكلم هكاك. الشعب اللي قلت عليه مينار، الشعب هذاك هو اللي جاب الاستقلال، راه مش بورقيبه اللي جاب الاستقلال. ولكن لا، وقت جاب الاستقلال اذا كان فما استقلال، لا اللي كانوا علاش جاب الاستقلال لخاطر الايت انضبط ورا بورقيبه المحرر، وما ثماش كلام، واتحاد الشغل بنفسه خلى على جهه اموره معناها الوعده، وقال انا الوطنيه قبل كل شيء، والناس الكل دخلت في الوطنيه ورا بورقيبه لو ليبراتور. اما انت توا انسان تنويري تعتقد اللي 60 سنه التالي الحل بتاع 60 سؤال سنة. سؤال صغير ليك مدام فاطمه، 60 سنه التالي معناها تنجم تطبقوا اليوم في 2015؟ لا، وانا قلت لك انا اعطينا كيفاش سي طارق، خليني اكلمك. قلت لك اعطينا كيفاش، اعطينا كيفاش تطور اليوم. اليوم نهار خشوع ونهار ترحم بالنسبه لبورقيبه وغير ذلك، والناس مع نهار فرحه كذلك. لا فرحه انا كونه بورقيبه فرض روحه، ولا الناس تعتني بيه رغبه تعتم مدتك القوسين الكلبه هذيك بتاع بن علي اخذ 23 سنه وليس بورقيبه موجوده، ولا صوره بورقيبه موجوده كيف اتاتورك وكيفاش مع الكل نسيت فهمني. وتحل الواحد وفرض روحه بورقيبه، ولينا انتم الاعلام كلكم والعباد والناس الكل يتحسروا يا ليت يا بورقيبه يا بولا يا ليت. معناها طيب ولك احنا معناش ولكن هو الشيء الاساسي اللي انتم ما دخلتوش فيه زب وتدخلوا فيه، وكونوا شنو المنطلقات اللي نجم نخرجوا بها والمراجع اللي نخرجوا بها بورقيبه ونصبوا على المستقبل ونلقاو الحلول. ماذا عندي ليك سؤال، ماذا كيفاش نطوروا كيفاش نطوروا هذا ماشي معك في هذا وتلقاه انت وانا مع بعضنا. لحظه مدام فاطمه قلت كلمه مهمه برشا، تعديت في المهموطه قلت الشعب التونسي جاب الاستقلال، هذا كان ثم استقلال. اش معناتها؟ ما هو يعرف موقفي، معناها انا توا ما نحبش نغالي في المساله هذا. لا فسر لنا، تيار سياسي معناها ما ياخذوا كيك. انا نحب نفهم، انا ما فهمتش اش معناتها الاستقلال معناتها 56 اتفاقيه، هي ماهيش استقلال معناها استقلال تام.
خاطر وقتها مازال الجيش الفرنساوي عندنا وجات بعد حرب بنزرت زيدون بلوس الاستقلال الاقتصادي احنا ما عندناش معناها ما صارش موديل ايكونوميك خاص بتونس معناتها حتى البدائيات اللي بدات تونس تعمل فيهم طوال الستينات معناها وقع المنعرج فيها معناها انا نعتقد اللي ما كانتش معناها فريمون بنت تونس شو كيفاش عندك حق في هذا وقالها قبلك سي جبالي ضد حاجه قال راهو الاستقلال وثيقه قال قبل الجبالي اي قال قبل قبلك عليه على خاطر هو انا ما كنتش نقول انا طول عمري نقول فيه نقول لك حاجه نقول لك حاجه وثيقه سي جبالي اما هو يتعلق اسمعني مع احترامي نجي نقول لك انا في 84 الميموار نتاعي هكا في معهد صحافه قلت وثيقه الاستقلال واللجنه قالت لي يا انس بن عبد الله راهو هذيك استقلال وما ادراك قلت له انت تراه استقلال انا راه اتفاقيه صفقه لا اسمعني انا قلت صفقه اصلا اكثر من هذا يا جبالي أكثر من هذا لا لا ما قلتك جبالي قالها لا هو قالها ما قالش قبلي إيش عليك ولا قال قبلي في بعد قالها ما كانش يهمه الاستقلال ولا غير الأساس هو كونه اسمع احنا بورقيبة في الاستقلال الداخلي المنقوص الذي معناه في اتفاقياتنا يخلي للأمن 20 سنة ويخلي للجيش معناه عندهم ويخلي الدبلوماسية عندهم اعتبر بورقيبة أن تلك الوثيقة هي المنطلق باش معناه تقع ديناميكية وتوصلنا للمبتغانة ريان شاء حظه كان عنده حظ جات حرب الجزائر اسمعني جات حرب الجزائر جات البيان بنفو جات تحب انت جاو وفق معاك عنده جاه كان عنده حظ اي ستار بالخش طورت انت طورت في الديسكور بوليتيك نتاعك وفي النظره نتاعك لا 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 هذا ولا كان عنده حظ تقول هكا ايش انا في توشدني فانا نقول انا تو ايش ليش تاع 14 برقيبه وبعده ولا نعم بعث لي جات بعد 6 اشهر وقل من 6 اشهر الاستقلال وقت الوثيقه الاستقلال قدمنا بها معناها وركزنا الدوله ودخلنا دخلنا 56 خدمه المرحله وحنا 61 عملنا برنامج تاع تعاضد وكذا وكذا ودوله كل في دينا طيب على كل حال شوف كيفاش المفيد هذوما ثم حاجتين يا لالا وهذا الشيء اللي نحب ناكد عليه انا مدام جو سوي انكور ان دي سيرفيفون اربع كعبات ربي يطول في عمرك ستار احنا معناها مسيره بورقيبه وسياسه بورقيبه ولا 63 سنه اللي تعداو ثم رجالات تاريخ معناها باش يحكموا عليها وباش يقولوا فيها وباش يخرجوا ويكتبوا فيها وماذا بينا يكتبوا اكثر معناها وماذا بينا احنا نكتب مازال مادام احنا قاعدين باش هم يغربلوا ويعملوا كل شيء هذا الشيء احنا تو مطلوبين من شبابنا اللي تحكي عليه ومن المواطن اللي تحكي عليه باش نعطيوهم لي سوليسيون معناها حلول للمستقبل كيفاش يعيشوا البلاد وتنحيلهم الياس وتنحيهم القنوط وتنحيهم شو اسمه الجمود اللي موجود كلامك جميل ايوه هذا مش جميل ولكن سامحني انت هذا في هذا حاجه باش نشدك فيها انت تعتقد ان الشباب هذا باش يهبط له من السماء هكا معناتها الوحي لا هذا لا نقول لك سبب وقع نوصل لا 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 عايش اسمعني وين البلاد للنقد لا الاربع سنوات هذوما عن حسن نية أو عن سوء نية بخلفيات أو بأخرى فككنا البلاد تفككت الرسمي. تفككت ايه. كانت ما هو لا هياكل حببنا ايه. وكان على كل هياكل ايه. معناها قيادية ايه. القيادة مش راهو في رئيس الدولة نعم. القيادة في جميع المستويات ايه. حتى للعمدة هو معناها ينجم ايه. ينصح ونجم عنده ايه. وعنده سنين أمبه. تفككت الدولة. القيادة هذيك تفكك وفتفكك الهياكل وما عادش مبادئ وما عادش حزب وما عادش ايش ولا غير دخلت بعض وصار انفلاتات ولات الناس بعد الانفلات الامني بعد ما كانوا يبوا لي سياسي ولو بكلهم يا امن خلصنا انت كنت حاجتين باش نسالك فيهم بربي خاطر الوقت يزر فينا انت كنت مع حل التجمع الدستوري الديمقراطي لا واستنى وانت كنت مع حل الاستعلامات وقت اللي عندك دبوسه فيها مشكل كسرها ما تفرغ اللي فيها وتعاود تملاه قول لنا اي جمال فسر لنا لا فسر الكلام بالنسبه للتجمع كانت غلطه انت تعتقد غلطه لانه ما كانت طيب عندنا هذيك هي ولدي عايشك يا للي عايشك راهو حزب التجمع قبل حزب التجمع تكون في الارض في الثلاثينيات في العشرينيات الثعالبي مش حتى بورقيبه الثعالبي بدا كون الحزب الدستوري عام 1920 نعم وحط في بالك معناها بورقيبه من اول ما غدا 34 بدا هبط للجنوب شعبه وبلاد ويركب الشعاب باش كون انا باراي ما تنجمش في اي بقعه سياسيه واقتصاديه كان ما عندكش اباراي تتحكم فيه تيوبيتريس مش بالقساوات وبالعصي حديد والنار كما عمل بالبورقيبه اللي اختاروا بالقناعه وبالاقتناع وبالرهانات وبالنسبه للداخليه انت رجل الداخليه ورجل المؤسسه نتاع الداخليه مؤسسه مش واحد اي لا معناها واحد من اللي اشرفوا ومن اللي كيون كري من المشرفين ايوه انت كيفاش نظرت
للعملية متاع تنحية معناتها بعض الإدارات خاصة اللي هي متاع الاستعلامات والبوليس السياسي اتسترا. معناها أنت تعتبر لي هذا صار حول سياسي معناها ما عرفوش تسرع وتطفل أو لسعى نتفقوا تفقوا بعاجة ما هوش ممكن لمراكز السيادة الداخلية والدفاع والخارجية ورغيبك تحط الناس متطفلين ما عندهمش حتى حرفية في الموضوع. أنا ما نتعلمش حجامة في روس اليتامى. لازم تكون عندك معلومة وعلم معناه وحرفة وتعرف كيفاش تواجه الأمور هذه. ثم أكثر من هذا اللي عملوه البلدان الكبيرة السيدة باش نسميه هاني قل لي في كيفاش يعملوا في أمريكا السيدة يسميه في سفير ورسام بقى فولنيجي وبعدها ساعات يسألوه أي سيدي شنو نظرتك أنت للموضوع؟ أي شنو هي التزاماتك أنت؟ شنو من النتائج حاب نوصلها للبلاد متاعنا؟ وبأي طريقة؟ وكذا وقت اللي اقتنعوا به وقت إلى انطيرين للنومينسيون. مش معناها على أساس الأناني شو اسمه الانتمائية ولا أساس القسم والبوفوار هذا شقاع. ما اتفقناش على برنامج وعلى نمط حياة. أنت تعتقد لي سي ان اكت اوني لاتيرال شكونه؟ كي ايتي بري هذا تنحية الإدارات هذوما لا متعرفة في الأمور هذه سي با ان اكت اوني لاتيرال ولكن الجماعة الكل في مخاض كامل وكل واحد ياخذ مسؤوليته وكل واحد يحاول يقلع كيما يحب هو يا توسكي سونسوي اي بي معناها ما كانش تسمى وحدة قيادة. وين اللي اخطر هنا؟ وحدة قيادة لأن كانت أحزاب وترويكا وما نعرفش شنو وهذاك في الغراس في رئيس الجمهورية ما تعرف واحد كيفاش ولا آخر في هذا ولا كذا. بلا خلي انت ستار بالخوجه اون فا با سان سورتي لي كابش لا على ترويكا. احنا قاعدين نقدموا راهو بالعكس انت قاعد تعطي فينا في معلومات. انت سيد طاهر بالخوجه نفكر معاك سيد طاهر بالخوجة أنت تفكر نعرفوك اللي أنت تفكر بصوت عالي ونعرف اللي أنت صديق أو قربت قريب شوية من قيادات الترويكا ربما حاولت تقنعهم ربما شنو لابوغ متاعك ونية ما عندي حتى اتصال رسمي مع جماعة الترويكا وأنا من أول مرة من أول مرة وقت الغنوشي وزير قول عملوا الواحدة فضائية جادي قلت له أنا جماعة الثمانين يبعدوا على جهة ما نجموش نتصرفوا في السياسة أما نجمو ننصحوا ونجمو نقولوا ثم أنا خلت على عاتقي ولا نمشي لحتى عزب ولا نحضر حتى اجتماعات عزب اللهم الاجتماعات الأخيرة بتاع بورقيبة فقط فهمني اللي هي ولا هذا ولا حاجة ولكن باب مفتوح الناس تجي ونحكي معاهم وقلت شيء سيد توسكي صوصي ولا جوزي تريزا جوزي تريزا لازم عندي حتى أمبيسيون شكون الجهة اللي جات تطلب منك النصح ولا ما شاء الله عطينا سمينا قديش قرقوا بيا باش نعمل حزب وقديش ندخل لا نعرفوك ما تحبش تعمل حزب وقديش باش تعمل كذا وقديش ايش بيقول لك ثم حزب اتصل بيك يجيو الناس يعني لا ثم حزب اتصل بيك باش تنضم ليه برشا حزب ما شاء الله مش لازم نحكي ما شاء الله ما نعمل كل حاجة لكن بالنسبة للنصح نعرفوا موقفنا بالنسبة للنصح فماش شكون طلب منك مثلا ما عنديش ما عنديش الا سيونس انفيوز ما عنديش شيء عندي انا نشوف التجارب في البلدان الاخرى ونقول لهم طوروا التجارب هذيك وطبقوها عنا كيما عملنا البوب كيما عملوا الوحدات التدخل كيما عملنا كذا نجيبوا معنا كل شيء ما عندنا حتى شيء باش نخترعوه عندنا بلدان عظيمه كبيره تعرض تجارب ينجموا احنا نستنبطوا منهم اساليب عمل انت في السبعينات اسست البوب قوات التدخل وهي تو عندنا تو في الوحده عندنا 50 بوب وحدات التدخل وما نعرفش شنو اسمها الغير اي 50 فرع كيفاش صار 50 طريقه لا حبيت نسالك تقول لنا بعجاله كيفاش معناها كونتوا واصلا التصق باسمك انت تعرف السبعينات الناس قالت وقال لي اسمك طاهر بوب ما يسالش مش شرب يدك بلا بوه انا بوه ما كنتش بعت البوه اي فاهم كيما انا بوه البنات اللي كيفك انت واول طفله دخلت الامن انا دخلت البنات الامن فوالا في بالي ولكن انا اللي نحب نسالك السؤال هوني انت سيد طاهر بالخوجة انت سيد طاهر بالخوجة باش تحكي لنا على البوب شويه لكن سؤالي انت مع انه اليوم بعد تاسيس البوب معناه في السبعينات تو عنده اكثر من 40 سنه انت مع انهم يعملوا نقابات وتسيتيرا لا ما تدخلش هذا في هذا ساعه لا نسال فيك لا تفهموا في هذا عندهم الحق بها نقابات عندهم الحق ايوا اسمع باش يعملوا نقابات كما هو موجود في كل البلدان وفي فرنسا مام عندهم نقابات ولكن نقابات تكون معنا مسؤولياتها محدودة منظمة على أساس حماية الرجالات بتاعهم الدفاع عنهم معنا ضمان التقاعد بتاعهم معنا وكذلك عندهم نظرة عندهم تقارير ينجموا يعملوهم المسؤولية الكبار في نظرتهم للأوضاع
مش معناه في الفضائيات ولا في الساعه في الجرائد ولا غير ذلك امور فضايح. لا احنا في حاجه الى كرجالات تتعامل وكالنقابات هذيك باش تفكر معنا لان باش نعملوه معنا الاصلاحات باش نعملوا مصلحات معاهم ولهذا هما يجوا يكونوا متفقين مع ليتيك في المهنه. مع شكون مهنه ليتيك يعني مهنه تنجم تقول عندها ايتيك يعني عندها شك معناها ايتيك مهنه مساله انت معاه معناتها انا من الناس اللي في 67 وقت اللي انا دخلت جماعه اللي مدير الامن او كل شيء بعثهم معنا سنسير وغير ذلك منهم سيرا في الشمالي ومنهم جماعه سكات زوعي منهم جماعه كل هذوك كلهم تكونوا لان ما عادش الامن ما عادش الامن اللي عنده البوليسي اللي عنده فافر هوني وما عندوش الشهاده الابتدائيه ولا مناضل ولا فلاق ولا ايش ما عادش هذا سيت اون سيونس لا بوليس سيت اون سيونس ومنو معناه وسيت اون سيونس كي توليس تو لو موان لا تشغل عندك انت تودي في بالك الوقت الحاضر ماهيش الساتليت قاعده تعاون فينا نعرف نعرف هذا موش معناها ساتليت الجيران قاعدين يعاونوا فينا مش في يدنا ما عرفش ايش ما نعرف ساتليت مش لا ولك ما اعطيني ونعطيك مصالح انا معناها ما عنديش كيفاش ترى كيفاش ترى نرجعوا للبوب اي تفضل اي باختصار بربي البوب ما صدنا وقت كل مره تجنوها لي توما وانا ما نفسي شويه إيه لا احنا مش نعمل أنا في أنا, انا 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 كنت معناها انا مهندس فلاحي نعرف نعرف ثم الرئيس قال لي مختك في الحياه يمشي ما هو شافني شاف كونه انا كيفاش خدمت في الاتحاد الطلبه وشاف كيفاش سيرنا الاتحاد الطلبه الى تبعني بالكدا والمعنى وقال لي لا خليت في حاجه تمشي للخارجيه مشيت للخارجيه كنت تصلح فيهم انت وقتها في الطلبه أه؟ كنت صعيب لا 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 كيفاش تتبعوا صوتوا لي ثلاث سنين كيفاش صوتوا لي ثلاث سنين والله المره الاولى زيد ثبتها في التاريخ وقت انا في الدنمارك في ستاج وهما عملوا هي داري في بير البي وصوتوا لي وقبلوا لي وانا مانيش حاضر وكانوا جمعت ولا كان معناه ترشح ضدي هو من الحزب محمد عمام والله يرحمه ويلعنه هو ذاك كان مرشح عبد العزيز الشيخ الحزب وانا مرشح ليسار وغير ذلك شنو بيبلش هذا ولكن معناه مش ممكن باش يخلوني ثلاث سنين واربع سنين معناه معاهم ولا غير ذلك اذا كان معاهم شي ثقه البوب فيسا خاطرش نسالك على الارهاب سالنا عليك البوب ما تعرف يا لا لا في جوان في 5 جوان 1900 77 67 ما وصلت الحرب 6 ايام ايه. وجاوا الاسرائيليين ودمروا الطائرات الكل بتاع عبد الناصر هكا ولا بتاع مصر عادي زي في عبد الناصر عبد الناصر عبد الناصر كل واحد شخص عبد الناصر شخص عدواني كما بقيمه شخص بتونس لا هذا موجود سي با بوسيبل مش عارف وانا عدواني القوميين مش كافي لا في القوميه ولكن انا قوميه معك ولكن الشعب كله قومي يا اخي انا نعتبر عبد الناصر من الرجالات اللي بيردوا لراسو بيزيدوا عليا قروا له حساب في بورقيبه وكيف اتاتورك كيفاش مع الكل من الرجالات الكبار ولكن عمل الحاجه الفرق بينه وبين بورقيبه هو كونه عبد الناصر عمل رهانات خسرها لان هنا سيتي با بيان بلاي لا جيو استراتيجي سي بلا ما عمل برشا رهانات تربح حتى في هذاك عاد شغل تاع ما هوش نفس الشيء اخي هذا اسمع لي اسمع لي زاد قيتين اعطينا كيفاش نجموا نخرجوا من الوضع الامني تو راس امك لا سايبك لما نحكي لك على البوب يفتخر بيه هو دار بوب وشرب بيه دار بوب احنا يا سيدي كيف جاوا معناها جاوا قاموا التوانسه وهبطوا للشارع اولا الساعه كان عند ضنك كبير قالوا الشارع 3 ايام قالوا الشارع 3 ايام مادام خليه بربي يعبر على رايو حرقوا ناج لندرا صحيح ومشاو بيت الصلاه على السيناغوغ ومشاو للسلطه الامريكا ولا واحد صدهم الجيش موجود يتفرج والبوليسيه معناها لما يترجوا معناها حرقوا عاثوا فسادا معناها ما تعرف تبدا من الاولى الثورات هذه انا بقول نعطي فيه وبعدين يدخل لي كاسور يدخل لي كاسور يهبطوا من الجهات من البيريفيريك في كل بقعة في تونس في باريس وفي تونس في كل بقعة يابطل هذوك يابطل النهب ولا ايش ولا ذلك وبعدين يفلوا الوليو ثوريين الوليو كذا كما تو معنا على برشا وبرشا ايه شعنا في ما بين قوسين كيف هبطوا هذا سيدنا بورقيبة قال ما اقتصاد وما تعاضد وما كذا وما كذا معنا الامن البلاد مش مستقرة مش تعملوا وكيف لدينا قلت سيدي رئيس انا اخذت لي قليلة انا نعرف انا معك شعنا في بو ش عملت انا جيت كيف عملت طلبت منهم تقرير على الاوضاع وراي ذاك في 24 ساعه جابوا لي هذا كونه شنو امكانياتنا وش الحدود باش داخلين البلاد بالاربع بوليسيه بالاربع كذا ش عملت كيف البلدان الاخرى كيفاش واجهت الامور هذه ناديت مع امريكان باسكو سون لي بليز اوفيسيال ثلاثه الاربع في ثلاثه شهور عملوا البوب في ثلاثه على اساس ان بوليس انتي ايموت
anti-casseurs. Ce sont l'équivalent. Yalala, c'est l'équivalent des CRS en France. عنا توا في الهوني في نحاو كلمة بوب ولكن هوني في العسكر في الجيش وفي خاصة في الأمن وفي العرس ألف بوب. مدام كنت تحب نعمل حصة أخرى جزء ثاني حتى من بعد الأخبار أنا حبيت يقول لنا أي جست يقول لنا كيفاش يرى الخروج من الأزمة الأزمة معناتها الأمنية في تونس على الإرهاب ستة في دقيقة ستار كانت تسمع بها تو سب كسب ستار لازم تقص وتعمل كذا تفضل ستار نجم تشامع شاحت شاحت نحن مازلنا في المباشر ستار في دقيقة كان مباشر ناتوريل هو احسن اي كان تسمع في دقيقه الحل للقضاء على الارهاب في تونس والمشاكل مش حل ثم حلول وثم اراده سياسيه للحل اراده سياسيه وقياده وجراه وريغار صرامه نعم ما توفروش ثلاثه ثم فاتو. ثم الاساليب الموجوده في البلدان اقدمت على مثل هذا الإرهاب. عندنا أولا الجزائر 20 سنة وهي تواجه في الإرهاب، 200 ألف من الجزائريين اللي مشاو في الإرهاب هذا مرايك ولا عندنا معنا الإرهاب اللي في أمريكا ولا الإرهاب في العراق ولا وكل من هؤلاء في ديديونس وكتشوف داعش الدور ما بين سوريا والدور ما بين العراق وجات الليبيا وماشي لتونس ماشي سوسون ديونس وذي وانصار الشريعة وذي كلهم سوسون ديونس سي لا ميم ترامب معش نفس الموجة مع شيء ما من التنافس ما بين بعض معش عدنا وقت لا غالب أهم حاجة قال إرادة سياسية مدام فاطمة لازمنا حصة أخرى لازمنا حصة أخرى شكرا لك ستار على قبول الدعوة كملنا شكرا لك على قبول الدعوة قعدنا سويعة إن شاء الله يلزم حصة أخرى نقول مدام فاطمة لازمنا أربع سويعة مدام يظل لي بس تحل أزمة بينك اسمع وراني أنا ما نجي إلا معي أنا قلت مرحبا بك مش لازم تنجي شكرا لك ستار نرجع لكم بعد الاخبار متبقى. كاب اف ام الكلمه ليك